لأن المرأة الفلسطينية أخت رجال وما بصعب عليها أي عمل. تقسيم المهام زمان ما كان إله داعي، أي عمل مهما كان شاق كانت تقدر المرأة تقوم فيه، مثل جمع الحطب. كانت النساء بالقدم ينتظروا طلوع الفجر ليروحوا على حقول الزيتون والشجر ويجمعوا الحطب ليحميهم من برد الشتاء، وحواليه تلتم كل العيلة، ومن النار كانوا يطبخوا ويسخنوا المياه. خلونا نرحب بسيداتنا من قلب حوش حكاية لنعرف أكثر عن كيفية جمع الحطب. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، أهلا فيكم. تسلم يا حبيبي. كيف صحتكم؟ شو أخباركم؟ أم محمد كيفك؟ صحتك منيحة؟ وحبيبتي أم أمين، وأنا اشتقت لكم أكثر. أم سهيل، نعم يا روح. أكيد بتتذكري أيام زمان لما كنتوا تنزلوا على الحقول وتجيبوا الحطب. كنت الساعة 6 أنا وحياة حنات أخت حماتي تقول لي مثلا الساعة 6 بدنا نطلع، كان داري على جنب الشارع، يعني هي البيت هي الباب وهي الشارع. وين المطحنة الموجودة اليوم؟ المطحنة كنا نروح نجيب من هناك حطب. والوحدة تتباهى أني أكبر حملتها، أني أزود عندها حطب. تتباهى بعيد وبعيد، يعني أزود من 4 كيلو نمشي. نجيب الحشيش نحطه على السنسلة مشان تشحب يشيل معنا، نحطها على السنسلة ونكتمل تحت على تحت السنسلة ونحط الكتة على عروسنا ونروح. نروح تنجلي ونضبب الأولاد اللي بدروا على المدرسة اللي بدروا، نملي من العين في النهار، أملي أنا 12 كازة مي من العين على راسي، وبريك زي هذا على هنا، يعني 4 نكلات في بصيرن في التنكة، ولا أروح وإجي كفل. العجين كنا نعجن ونروح اخبز في برضه في الفرن، وادشر اولادي في الدار واربطهم في الحبال. يعني كنا عيشه يعني عايشينها منيح ولو تعب وشكا. العنب نلقط نتش من بعيد وناخذ بعيد منك على الدواب ونحوش مشان نغطي العنب. كان ابو سهير يورك وانا اغطي وراه، نرش شو بقولوا له؟ كبريت. نرش ونغطي العنب. شايفه حبيبتي؟ واخذي اولادي معي احطهم تحت التينه. العصريات نروح، ثاني يوم نصبح زي ما احنا. يعني كانت حياتنا من زمان ولو تعب بشوفها احلى من اليوم. احلى من اليوم اكيد. ام سهيل، طب لما كنتوا تنزلوا تجمعوا الحطب شو كنتوا تطبخوا بالحقل؟ في كدره مش طناجر بكى من زمان. فخار. إلها إيدين وما أحلى وشي يطلع الطبيخ. نطبخ في جواها، بعدين نسخن مي وراها للغسيل، بعد الغسيل نسخن مي نحمم الأولاد ونجلي ونغسيل كل شيء على الحطب. لحد فنجان القهوة كنا نعملها على الحطب. أصلا أذكى فنجان قهوة على الحطب. والصوبة في الليل نولع الصوبة بالحطب. هي دفوها الأولاد. بس بعد ما نخلص وبدنا ننام نطلع برا، نطلع الكانون. شايفه؟ كانت حياتنا من زمان كثير حلوه، لحد غليت البندوره نسويها على الحطب، كل شيء على الحطب. اسلك المعكرونه اسلكها برضه على الحطب. على الحطب. كلب اللحمه والبصله مع الحطب، كل شيء. يعني هذا الغاز كملنا سنه من نستعمله. بعدين تطوروا الناس بابور. بابور كل هذه متركه عند بابور. ام خالد، كان يقتصر جمع الحطب فقط على النساء ولا الرجال كمان؟ النسوان اكثر. الرجال كانوا بس في الدار كرتو صغير، يعني مشان سهل مشان سهوله الاستعمال. زي ما احنا شايفين هي هدول حطبات. هيك كنتوا زمان تيتا ام سهيل تعملوه؟ نحط خروة واحدة هان وواحدة هان ونطولها ونحملها على راسنا. كنت تقدري تحملي هاي على راسك؟ شو 10 ترطال ولا 15 احمل على راسي. والله ما شاء الله. واعمل هالكد مدورة نلفها ايدينا ونحطها ونحملها هيك نحطها على راسنا. بدل ما هيك نتسابقوا مين اللي يحمل اكثر. حلو. كانوا يتسابقوا مين بحمل. يلا تصورني صوره فيهن. يلا هينا مصورينك. ما احلاها. يما اشترك والله، هيك موازنه صح.
وعادي تيتا تيتا ام سهيل؟ نعم. إيه كمان كنتوا تطلعوا الجبال وهذا ويضلوا على راسكم؟ عروسنا وحافين بكاش عنا حق كندره. كمان حافين كنتوا تطلعوا؟ كندره بلاستيك. بس في جيل في جيل قبل كانوا حافين يروحوا. ام محمد. نعم. اول شيء اليوم شو عملتي لنا بالمطبخ؟ بدنا نعمل قلايه بندوره. عامله قلايه بندوره؟ آه. بس هالمره على الغاز مش على الحطب. لا على الغاز هالكيت عملناها. ام محمد تتذكري ايام ما كانوا زمان يروحوا يجيبوا الحطب؟ كانت ستك او امك؟ ستي بكت تروح تجيب الحطب وتيجي من الجبل، يعني جبل عالي هذا عندنا في البلد. تطلع يعني زي هذا وبتنزلي وانت شايله الحزمه. ما بتنزلي نازله انت تعبانه. طبعا انا كنت اروح مع امي. باكينا نلم كمان ورق الشجر عشان نزبل الطبون فيه. عشان تحط الطابون. بقى عندنا طابون ونخبز في الطابون. وهذا الشيء ورق الشجر الناشفه تدنا يابس مع الاخر. وناخذه ونحطه على الطابون، هو تو الجفت تبع الزيت. بكينا كيمه من الزيتون. نطلع على الجبل نلم الورق ونجيب كمان شجر. بقى عندنا يعني غنمتين ثلاث، نجيب ورق شجر ونجيب الورق نحطه على الطابون تدنا ينشف الورق، نحطه على الطابون عشان نروح نخبز. مرات نلاقيه مش راضي يطلع ولا خبزه، مرات يبقى حامي. طيب لما نحط الجفت بيطلع حامي. طب قولي لي، كان في عندك قصه قلتي لي اياها عن لما نزلتوا تجيبوا الحطب طلع لكم الضبع؟ صح. قولي لي هاي القصه. احنا بكينا يعني هذا بعيدين عن الشجره وبدنا نعبر نجيب الورق من تحت الشجره، كان ايش طلع من تحت الشجره وكل شو هذا شو هذا، فكسنا انا بدنا ساعه صغيره هي يعني، ولا هو باكل الضبع تحت الشجره؟ والله احنا فكسنا اللي هو تجوا والى اخرى اولاد جوا تحت الشجره. لما شافونا فكس جين اولاد اللي حكوا، واحنا دشرنا الحزمه الحطب دشرنا الورق وروحنا، ظلينا مروحين من الجبل. روحت انا وامي يعني ما صدقنا نصير الدم هذا. طبعا خوف من الخوف. خفنا وروحنا. ام خالد كمان عندها حكايه على تجميع. والله عمتي كانت هيك سارحه وجايبه حزمه حطب كبيره، لانهم كانوا يسرحوا الصبح بدري الدنيا براد، فالحياه هاي شغلات ما كانش تتحرك. طبعا هي لمت هالحطب وحطت هالحطبات وشلتهن على راسها وروحت. لما حطت حزمه الحطب وبدها تدخل في الدار، الله هي هالحيه طالعه من حزمه الحطب، فهي طول الطريق حوالي بيجوز 10 كيلو كانت موجوده الحيه. كانت موجوده، كانت حملتها على راسها وروحت. اجت هي قلت لها كانت لا اوعى حدا يمد ايده عليها، وكانت سامه الحيه. ليش؟ لانها هي ما اذتني انا ما بديش اذيها. صح. حلو حلو. ام امين رجعتي. بدي اخليك تغني اليوم انت عشان انت ما كنتيش تنزلي تعملي حطب وتجيبي الحطب. لا ولا مالي، لحقت بس مش كثير، شويه شوي كنا نجيب. وكنت تحطيه هيك من باب الدار؟ انا من تحت عندنا كرم زيتون جنب الدار، منه كنا نجيب. لا ولا كيلو ما مشيت. ما بقدرش. وكنت تحطيه على راسك ولا كلهم اكل من عوده؟ لا كنا نحملهم ونيجي على الدار. لا ما تلعبوا فيهم. طب الاجواء هناك كيف كانت تكون؟ حلوه، ولا في خوف ولا تخافي من حدا، امان. تسرحي وتروحي ولا في حدا يحكي معك. تطيح حملي في الليل ساعة أربع، اطيح حملي كانت مش مفتوحه الطريق، مسربه. اطيح حملي واطلع ما اشوف خيال ولحالي في الحاره، مش عندي بنا لحالي، عمري ما شفت حدا. وجودي كان في الكويت عمر ما اجى حدا على الدار دك الباب. كانت امان. امان بتامنيش. صح صح. اليوم اليوم ملانا البلد، بتعبر على الدار بتسكر الباب. صح. لان الحرامي بدخل لحاله. صح. كانوا من زمان بس اهل البلد اللي في البلد معروفين. اليوم كبرت البلد وفيها اغراب كثير ما بتعرفيهم، فما بتامني انك تضلي الباب مفتوح، لازم تسكري. قد ايه كانوا ام امين الاشي الاساسي والمهم هم انهم يجمعوا الحطب، وبالذات بالشتاء، ومش بس بالشتاء، ما في كان سخانات مي بالضبط عشان يسخنوا. بالصيف كانوا مشان يسخنوا يغسلوا اواعي اولادهم، يعني بدهم يطبخوا، بدهم يدفوا، كل شيء عن حطب كان. على الحطب، يعني هو الشيء الاساسي بالبيت الحطب. يعني الحطب نبديه عن كل شيء، لان فيش حطب لا نعرف نغسل ولا. بعدين الخبز افران على الحطب كمان، الفشي عنده طابون عنده فرن على الحطب. صح. بدك تطعمي اولادك مجبوره تجيبي مشان تخبزي على الحطب. نخبز على الحطب. صح صح. طب نشوف ام محمد، ما قلتي لي على مكونات قلاية البندوره. اول شيء حطينا زيت الزيتون. اوكي. بعدين فربنا البصل. استوى شوي يعني
مش من المرة يستوي شوي مشان يستوي مع البندورة. بعدين شرحنا البندورة وحطناها وحطينا نتفة ملح ما بنكثر ملح وشرحنا فلفلة وحطناها. هينا من ستوي فيهن. بس طعم قليت البندورة على الحطب أكيد أسكر. أطيب كثير. صح؟ مزبوط. وبعدين الشاي كل شيء على الحطب أسكى. هو زمان بكنا على الحطب برميل. كنا نسوي نعمل التحتين. نحط الحطب تحت ونحط رضف بتعمل رغيف هالكدي نضل نكول نكول فيه ونرميه. شو يطلع محمر بتجنن. وبعدين تشوي البتنجان تشوي البطاطس كله على الحطب؟ كله كله على الحطب ما أحلى. ما كان في اسمه ستانلس او هدول الصواني على كلها فخار طناجر فخار وكل شيء على الفخار. كان عندي فرن فرن حطب اخبز عليه بعد ما اخلص خبز احط صينيه كفته احط صينيه بطاطا مع اي صينيه بدك اياها تحطيها على طار الحم وتغيبي تخلصي شغل وترجع تلاقيها بتجنن واسكى من الفرن. انا هدوه بس بعد ما رحت امريكا بعد ما رحت امريكا كاينينه كان مش من ضربه بالدار تم هو محطوط على شكه الشجر عشان بسقط شجر خلعوش جيت لقيتهم قصين الشجره احسن يكنسوا هذول يا اخت الستات هاي 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 كنا نسقط الحق من اول دار الى الشارع تحت كان بعد ما روح من الشغل 16 سنه في مستشفى العيون انا طباخه والله هذا اكلاتك زكيه 8 سنين في الجامعه سنتين في مدرسة ابن سينا. أنا كثير مبسوطة إنكم حكيتوا لي حكاياتكم لما كنتوا تروحوا تجمعوا الحطب وعلى هالقعدة الجميلة وبشكر كمان إمي محمد على قلاية هالبندورة وإحنا انبسطنا. هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا. بتمنى تكونوا تعرفتوا على جزء من عادات فلسطين القديمة فيما يخص جمع الحطب. انتظروني بحلقة جديدة إلى اللقاء. شو بدنا نغني؟ يلا مارك يا أدهم من الحارة مارك مارك يا أدهم من الحارة مارك ركعونك شبرين هي ظل خالك ولعونك شبرين هي ظل خالك مارك يا حوزة من الحارة عريس مارك يا حوزة من الحارة عريس ولعونك شبرين وانفوك القميص ولعونك شبرين وانفوك القميص مارك يا أدهم من الحارة عركان مارك يا أدهام من الحارة عركان والعونك شبرين عن فوق القفطان والعونك شبرين عن فوق القفطان وين إماك يا أدهام الفرحة وين إماك يا أمجد الفرحة تنرقص ونغني في مطارحة تنرقص ونغني في مطارحة